الله عليه وسلم، وكما ذكرنا الحديث عن مولد المصطفى هو فكرة أو مساحة لأخذ العبر والعظات من السيرة النبوية والوقف على السنن القولية والفعلية. ومن سننه القولية قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. واليوم 1 أكتوبر هو وفقا للأمم المتحدة هو اليوم العالمي لكبار السن أو للمسنين، فهو يوم لتوقير المسنين ويوم رد الوفاء. فسعداء اليوم أن نحتفي مع الجمعية السودانية للمسنين والاحتفال باليوم العالمي للمسنين. سعداء أن يكون معنا حضور داخل الأستوديو الأستاذ محمد الفاتح العالم، الرئيس أو المدير التنفيذي لجمعية الجمعية السودانية للمسنين. مرحبا بك وصباحك خير. أهلا، كل عام وأنتم جميعا بألف خير. مرحبا ومرحبا بكم وشكرا جزيلا على الفرصة السعيدة. مرحبا بك. ونحن نتحدث عن اليوم أنواع مختلفة للاحتفاء في زوايا مختلفة، ولكن هذه اللوحة الصباحية يشوبها شيء من الحزن، وقد فقد السودان واحدة من النساء الرائدات أصحابات البصمات في مجال الفن والإبداع، سعدية الصلحي. فلها الرحمة لكل محبيها ولكل محبي إبداعها، لكل أهلها ولكل ذويها وكل من عاشرها في هذا الصباح. نقول لهم وننقل لهم تعازينا، رحمها الله. ونحن نتحدث في هذه الزوايا المختلفة، نحن نتحدث عن المسنين بجوانب مختلفة. هو حديث عن هذا الشعار المرفوع من الأمم المتحدة لهذا العام: مرونة المسنين، مرونة المسنين في عالم متغير، وما يمكن أن يحققه هذا الشعار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. افتكر الأمم المتحدة بتضع البرنامج بتاع الشعار لتحقيق برامج محددة، و الشعار بيساعد على بلورة برامج تنفيذية الناس يقدروا ينفذوها في المسألة بتاعت الرعاية بتاعت المسنين. فللأسف الشديد مرات الترجمة بتاعت جوجل بتدي مفهوم ما واضح، يعني مرونة المسنين في عالم متغير، شعار ما واضح يعني. لكن افتكر كان قبل كم يوم نزلوا شعار حول تقدير مساهمات المسنين، وانا افتكر ده شعار اكثر وضوحا وممكن ان يغطي كل العالم. ونحتاج ان احنا في السودان انه نركز على الشعار ده. وبهذه المناسبه احب ان اوجه تحيه لمجموعه من النساء السودانيات اللي عملوا في المساله بتاعت رعايه المسنين. نترحم في الاول على الاستاذه سعديه الصحر الصلحي، نتمنى لها الرحمه والمغفره. نشيد حقيقة بمجهود جبار قامت به الدكتورة عواطف أحمد عثمان مرحومة، كانت نائب رئيس الجمعية وكانت عميدة كلية التمريض. الدكتور عزيز سليمان أسهمت برضو كثير في عمل الجمعية السودانية لرعاية المسنين. أم المتطوعين المرحومة سعاد شحاتة، ماما سعاد ما بنقول في الجمعية، وكثير من الاستاذه امال التجاني، الاستاذه سامية رباح، يعني مجموعه كبيره من النساء العاملات. ما انسى برضو امال سراج قدمت مجهودات جباره، ونعتذر على انه الزمن لا يسع للذكر. كلهم يعني بيعملوا طوعا في هذا الجانب ورعايه المسنين، احنا بنحييهم بالتاكيد. وبنحيي النساء بشكل خاص، والشعار المرفوع من قبلكم هو خاص بالسيدات، او حديث عن المسنات وفاعليه المسنات في المجتمع. فخلينا بما انه تحدثنا عن الشعار العالمي اللي هو قائم على التغيرات المجتمعيه وكيف يمكن ان يواكبها المسن، نتحدث اسقاط الشعار العالمي على شعاركم في حديثنا عن المسنات. تمام. طبعا القضايا بتاعت المسنين واحده من القضايا المستحدثه في العالم، يعني ما كان في كلام حول المسنين، ما زي الاطفال، ما زي القضايا الثانيه في ففي طرحت القضايا بتاعت المسنين اول مره في 1982 في ما يسمى بقمه الشيخوخه الاولى. طرحت فيها القضايا بتاعت المسنين، وبعد مرور 20 سنه في 2022
2003 افتكر طرحت خطه مدريد لمعالجه قضايا المسنين. النساء لهم طابع خاص، ونحن في السودان نلحظ انه نحن مجتمع متكافل على كل المستويات، وتلعب النساء فيه دور رئيسي جدا في مسائل الرعاية والتنشئة والتربية والاهتمام. لكن حصلت طبعا متغيرات اقتصادية واجتماعية كثيرة تقلص هذا الدور، وبالتالي انعكس على انه بقت الرعاية بتاعت المسنين ضعفت في المجتمع. وهو الحديث عن رعاية المسنين يمكن هو يكون إذا تحدثنا عن داخل البيوت وغيرها، في حديثنا عن التوقير والوفاء وغيره، أو جانب آخر لفعل المسنين وزاوية أخرى للمسنين أيضا الموجودين داخل دور الرعاية، فيمكن هي فئات مختلفة للمسن. فمن زاويتكم في الجامعية كيف يمكن أنه في هذا اليوم نتحدث عن الوفاء للفئات المختلفة من المسنين؟ أيوة طبعا، إحنا الشعار الرئيسي في الجمعية هو الوفاء لأهل العطاء، ده بنشتغل على أساسه ونحن عندنا فئتين بنشتغل معهم في المسنين. عندنا الفئة الموجودة في دور المسنين واللي جات لظروف الحروب النزوح التشرد، فدير بنقدم لهم مساعدات، وافتكر ده اهتمام حكومي، والحقيقة يعني نقدر نقول إنه في إنجاز تام في المسائل دي، يعني الناس قاعدين في بيئة كويسة، ما في إشكالات يعني. وفي منظمات المجتمع المدني، مجموعة من الجمعيات الشبابية أيضا داعمة للفئة دي، وزي ما ذكرنا هي فئات مختلفة. لكن خلينا نتحدث في اليوم ده عن الجوانب الأساسية في من قبلكم في الجمعية، إحصاءات بالنسبة للمسنين في السودان. هي طبعا مسألة الإحصاءات دي واحدة من المشاكل الرئيسية في السودان، يعني لحد آخر حاجة في إسقاطات، لأنه أنت عشان تعمل إحصاء لازم تعمل الإحصاء القومي اللي بتطلع منه النسب، لكن ناس الإحصاء بيشتغلوا بنظرية اسمها نظرية الإسقاطات، دول بيعملوا موازنة بين الوفيات والمواليد وبيطلعوا النسبة. فنحن بنفتكر اخر حاجه طلعت انه زي 3 مليون مسن في السودان، ده اخر تقدير لل 3 مليون في السودان موزعين على كل السودان يعني. طيب دي 3 مليون دي في دائره الحقوق بالنسبه للمسنين والرعايه وجوانب مختلفه، بالتاكيد بتواجههم مجموعه من التحديات، وانتم كجمعيه يعني حادبه على الرعايه بالتاكيد يعني حريصين وواقفين على مجموعه التحديات دي، فنحن عشان نقول لكل اللي بيشاهدونا اليوم شنو التحديات اللي ممكن تواجه المسن في السودان. طبعا التحديات في بتواجه المسنين ما ممكن الحديث عنها بمعزل عن التحديات اللي بتواجه المجتمع عموما يعني. ونحن بنتكلم عن انه معالجه قضيه المسنين لا تتم بمعزل عن الاسره. وواضح انه في اشكالات، السودان بيمر بظروف بتاعت تغيرات سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، ظواهر بتاعت نزوح، ظواهر بتاعت هجره خارجيه، ظواهر بتاعت تغير بتاع ادوار حتى داخل المجتمع يعني، بالذات بالنسبه للنساء يعني. فهذه التغيرات تركت اثر على القضيه بتاعت رعايه المسنين في السودان. لكن بدينا نتكلم عن مشكلة بتاعت رعاية مسنين لما تفرتق الحوش الكبير يعني اللي هو الأسرة الممتدة يعني، كان لام كل الأسرة، والرعاية بتاعت المسنين كانت واجب، حتى في ناس خارج الأسرة قاعدين وموجودين في الأسرة بيتم رعايتهم يعني. فدي واحدة من الإشكالات، يمكن دي من الأسئلة المطروحة ممكن كل اللي بيسمعونا بيسألوها قبل ما نواصل في بقية التحديات اللي بتواجهكم في الجمعية وتواجه المسنين. هل المسنين هم الموجودين فقط في دار الرعايات وغيرها، انهم هم من غير اسر اللي هو النزوح والتشرد وغيره، او انتم ايضا في الجمعيه بترعوا مسنين هم موجودين في الاسر؟ نحن على حسب نص الوثائق بتاعت الجمعيه نحن نرعى المسنين في كل السودان وفي كل مناطق داخل الاسر او خارج داخل الاسره او خارج الاسره. لكن بنفتكر ان الوضع الطبيعي انه المسن يكون داخل الاسره، طبعا ده الاساس بتاع العمل وده السمه السودانيه ان احنا بنحتفي بها. ايوه، لكن نتيجه الظروف اللي تكلمنا عنها في في في
في مسنين موجودين خارج أسرهم، في مسنين مشردين. دي واحدة من الإشكالات والتحديات. الحاجة الثانية ارتفاع التكلفة الاقتصادية للمعيشة. يعني في مسنين عندهم أسر ما عادوا قادرين يصرفوا على نفسهم وما عادوا قادرين يصرفوا على أسرهم يعني. وخاصة لما نتكلم في جوانب للمشكلات للأمراض المزمنة وغيرها ممكن تكون مرافقة للمسن، طرق التغذية الصحية اللي ممكن تكون خاصة للمسن وغيرها. أيوة. فصعب أصبحت في بعض كثير من الأسر إنها تتوفر بالتأكيد. أيوة، دي واحدة من التأثيرات اللي أثرت على مسألة الرعاية بتاعت المسنين، أصبحت الرعاية الصحية غير كافية. وده نحن زي ما تكلمنا مع رئيس الوزارة بنعزيه، لأنه ما في سياسة قومية حول رعاية المسنين. لحسن الحظ الآن تم إجازة الاستراتيجية القومية لرعاية كبار السن، وده يفتكر إنها خطوة ممتازة ممكن تكون بداية لمعالجة قضايا المسنين على أسس علمية في السودان يعني. لكن الحظ مثلا ما في قانون بتاع رعاية المسنين. الجمعية من 99 قدمنا مسودة بتاع قانون، لحد الآن ما أجيزت وادخلت على تغييرات لظروف كثيرة. فدي واحدة من القصور. وفي القوانين العامة ما موجود؟ القوانين العامة موجودة طبعا، في كل القوانين موجودة حاجات بتاعت إشارة، لكن أنا أفتكر أنه إصدار قانون خاص بالمسنين فيه تكريم لهم وفيهم تأكيد حقوق، لأنه نتكلم عن 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 قانون حقوقي يضمن للناس حقوقهم. يعني مثلا عندنا معالجة قضايا بتاعت تشرد المسنين، ما في نص بيجرم الأسرة ولا الأبناء إذا أبوهم يتشرد مثلا أو لعل ظرف من الظروف بقى موجود خارج. وعندنا كيسز كثيرة يعني بتاع في أسر بنتصل بنلقى المسن بيتماطلوا في إنه يجي يستلموه الليلة وبكرة الليلة وبكرة يعني في إشكالات حقيقية محتاجة للمعالجة. والله دي مشكلة ممكن تكون حاجة مؤسفة، لأنه السؤال المطروح يمكن في كل المساحات عن اللي بيشاهدوا المسنين في دور الرعاية، بيعتقدوا هم المسنين نازحين أو الغير متوفرة بالنسبة لهم الأسر. فده كلام يعني ممكن يكون مؤلم للكثيرين، إنه هم في مسنين عندهم أسر ولكن ما قادرين إنهم يرعوهم أو هم تاركينهم داخل الدور. فده كلام حتى جديد ممكن يكون بالنسبة لمجتمعاتنا. ده بيعيدنا مباشرة لإنه كيف يمكن أن نحقق هذا الشعار، مرونة العمل باتجاه المسنين والتغيرات المجتمعية وكيف يمكن أن نواكب هذه التغيرات في توفير حقوق للمسنين. يمكن من يعني أهم الحقوق للمسنين، ما حنتحدث عن المسن هو كبير السن بأمراض مختلفة، التحدي لوجود تخصصات حتى طبية في موضوع كبار السن. وبالتأكيد الموضوع ده موجود عندكم وواجهكم في الجمعية. طبعا انا زي ما قلت انه المساله بتاعت رعايه المسنين في السودان مساله مستحدثه، ما مساله جديده ما مساله قديمه نتيجه تغير الظروف اللي تكلمنا عنها كلها في فبفتكر انه احنا الجمعيه بذلت مجهود جبار جدا في التعريف الاعلامي بانه في قضيه بتاعت المسنين. يعني احنا جمعيه تاسست 94، من 94 بنقنع في المجتمع والمؤسسات الحكومية إنه في قضية بتاعت مسنين. في الأول وجهنا برفض شديد جدا، وإنه دي ما في قضية بتاعت مسنين في السودان وإنتوا مستوردين قضايا دي بتاعت مجتمعات تانية. لكن الآن النظرة اتغيرت واتضح عمليا إنه في إشكالية بتاعت رعاية بتاعت مسنين، رغم كلامنا الجميل جدا عن القيم والتكافل والرعاية، لكن في على أرض الواقع في إشكالات. في إشكالات كبيرة. لكن كمان يعني بنحيي نحن دائما تضافر الجهود من الجهود المجتمعية من مختلف الجمعيات ومجتمع مختلف المنظمات اللي بنشاهدها دائما في دور الرعاية، بتقدم كل المحتاج له أو بعض تسد بعض الحاجة في الدور للرعاية. ويمكن واحد من الدور اللي نحن دائما بنكون حريصين إنه نزوره أو نصله في اليوم العالمي للمسنين هي دار الرعاية للمسنات الموجودة بالسجانة. معنا الأستاذة إخلاص محمد علي المديرة لدار المسنات بالسجانة. مرحبا بك إخلاص، صباح الخير وكل عام وإنت وكل المسنات بألف خير. هي موجودة معنا أستاذة إخلاص في إفادة مسجلة، هنشاهدها ونرجع نواصل حديثنا.
برعاية المسنين تعنى برعاية كبار السن الذين فقدوا العائل الأسري تماما. رعاية يجدوا في هذه الدار رعاية كاملة صحية واجتماعية نفسية وتغذوية. عندنا شروط لقبول المسن داخل الدار. بتتضمن أول حاجة أن يكون المسن فوق ال 65 سنة، يكون خالي من الأمراض المعدية، ده طبعا بيتم بعد الفحص، إجراء الفحص. بيجينا بيدخل عن طريق أمن المجتمع بقرار من وكيل النيابة وموافقة وزارة التنمية الاجتماعية. بيدخل المسن بعد استوفى الشروط دي بنستضيفه هنا في الدار، بنوفر له غرفة وسرير ودولاب وطربيزة حافظة موية، وبنخط أحواض للعاجزين عن الحركة. بيقوم الباحث الاجتماعي والنفسي بالجلوس معه وبيأخذ منه المعلومات على أساس أنه لو اتضح أنه عنده أسرة. من ضمن الشروط أنه يكون فاقد العائل الأسري تماما، ما عنده أي زول من الدرجة الغرابة الأولى والثانية، دي من ضمن الشروط. فلما الباحث الاجتماعي يقعد معه ويعرف أنه في عنده أسرة، فبنحاول نعمل له لم الشمل لأنه أفضل يكون مع أسرته. فالباحث الاجتماعي بيتحرك والنفسي بيتحرك للأسرة وبيقعدوا معاها. بيعرفوا الظروف الخلت المسن ده يطلع من البيت شنو، بيحاولوا يعالجوها. ولو في النهاية بقى صعب إنه تعذر إغناء الأسرة أو النزيل من إمكانة رجوعه للأسرة، فبيظل في الدار بتقدم له كل الرعاية الممكنة صحية واجتماعية ونفسية وتغذية. زي ما قلت عندنا في الدار باحثين اجتماعيين ونفسيين، وعندنا طبيب، وعندنا سيستر. بيجد المسن الراحة التامة في الدار، ما بنقصوا أي شيء غير الجو الأسري. بالرغم من أنه بتردد الزوار، بيجونا منظمات المجتمع المدني، في مبادرات بتقوم باحتفالات بقدم لهم دعم معنوي ومع مادي وعيني. لكن في النهاية بيظل إنه المؤسسة ما هي المكان الطبيعي لعيشة الإنسان. إحنا بنتمنى إنه أي إنسان يتلم مع أسرته يكون قاعد داخل الأسرة الممتدة، عشان بتكون في المحنة والترابط وكده واحترام الكبير. وزي ما بقولوا أهلنا الما عنده كبير اشتري كبير. فلا تسير سفينة الأسرة وتصل لبر الأمان بدون وجود كبير يدير دفتها. ونتمنى إنه أي إنسان كبير يجد الحنان ويجد اللمة ويجد الأسرة والترابط. نحن عندنا الاحتفال بيوم المسن العالمي يوم واحد اللي هو واقع يوم السبت، قايمة به منظمة حنين الأمل. طبعا بيجوا هنا من الساعة 1 إن شاء الله، بيكون في احتفال كبير فيه فنانين وفيه ترفيه وفيه هدايا وكده. يقعدوا مع المسنين وبغيروا لهم الجو العايشين فيه يعني. أستاذ إخلاص ولكل المسنات في دار السجانة، كل عام وأنتن جميعا بألف خير ورضا وعافية. ونواصل هذا الحديث الأستاذ محمد الفاتح العالم المدير التنفيذي للجمعية السودانية رعاية المسنين، وكنا بنتحدث عن الاحتفاء بالمسن في هذا اليوم والتحديات المختلفة. خلينا في نهاية حديثنا نتحدث عن ترتيبات الاحتفاء الخاص بالجمعية في اليوم العالمي للمسن. طبعا احنا في الشغل بتاعنا بنفتكر انه المناسبه بتاعت اليوم العالمي الهدف الرئيسي منها البرنامج بتاع زياده التوعيه بقضايا المسنين وتنبيه المجتمع، لانه في قضايا وفي اشكالات تحتاج للتضافر. وهذا العام يمكن من قبل عامين نتيجه للظروف بتاعت الكورونا وقفنا الاحتفالات العامه اللي كانت، وعملنا احتفالات خاصة بالجمعية فيها تدريب بتاع صحفيين، فيها تدريب بتاع متطوعين، وتدريب بتاع قانونيين. يمكن السنة اللي فاتت والقبلها اشتغلنا بنفس السنة دي أنا اشتغل بمنهج جديد، إنه عظمة الجمعية قائمة على المجهود بتاع المتطوعين. فعندنا الليلة يوم 11 الاحتفال الرئيسي هيكون في دار الجمعية، والآن بيكون خلاص على وشك إنه يبدأ.
اليوم سميناه يوم يوم المتطوعين. الساعة كم؟ من الساعة 11 للساعة 3. اللي هو يوم المتطوعين، هيكون برنامج منوع مختلف، فيه محاضرات، فيه غناء، فيه مناقشات حول، وعلى اساسه حنضع البرنامج بتاع الفترة القادمة. يعني احنا ما قاعدين نتمسك في انه يا نحتفل يوم واحد او ما نحتفل، بنعمل بعض الاحتفالات. اصدرنا امبارح بيان صحفي حول الاوضاع بتاعت المسنين، الان عندنا البرنامج بتاع اللقاءات في الاذاعه والتلفزيون جزء من الاحتفال، جزء من الاحتفالات، لكن بنعمل برامج بتاعت توعيه مختلفه، بنعمل برامج بتاع رعايه صحيه، يعني مختلف الاشكال. في النهايه نسعى لانه ننجح في انه نوعي الناس والجهات الرسميه في انه في قضيه بتاعت مسنين محتاجه للتضافر والعمل معنا عشان نحلها. صحيح، ويمكن هو الأهم في هذا اليوم هو نتحدث عن حقوق المسن، وكل المواد المقدمة في الاحتفال تكون هي مهمة في هذا الجانب، إنها تضيء على المواطن المختلفة لحقوق المسن. ويتمنى في هذا اليوم إنه كل مسنين يتمتعوا بكل الحقوق في الجوانب الاجتماعية والرعاية الأسرية والجوانب الصحية وغيرها من الحقوق المهمة للمسن. كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لحضورك اليوم الأستاذ محمد الفاتح العالم، المدير التنفيذي للجمعية السودانية لرعاية المسنين.